بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث الذي جعل عنوانا لهذه المحاضرة هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قضى، قدر بأن يكون هناك فتن وابتلاء وامتحان يجري على الخلق ليتميز الصادق في إيمانه من المنافق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتنة هي الاختبار، فلا يترك الإنسان أن يقول آمنت، أسلمت، أنا مسلم، أنا مؤمن، فلا بد أن يبتلى ويمتحن. فإن صبر على إيمانه وثبت على إيمانه عند الفتن فإنه صادق في إيمانه. وأما إن انحرف عند الفتن وانصرف عن دينه فهذا كاذب في إيمانه، وهذا منافق، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض زادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه سنة الله جل وعلا، والله جل وعلا
يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله سبحانه وتعالى يجري الابتلاء والامتحان على الناس، على المؤمنين والمسلمين، ليتميز الصادق من الكاذب، تميز المؤمن الحقيقي من المنافق الكاذب، ليتميز الطيب من الخبيث. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فالفتن تجري على الناس لهذه الحكمة الإلهية، ولو لم تجري الفتن لالتبس الحق بالباطل، والتبس المؤمن بالمنافق، ولم يتميز هذا عن هذا. وفي هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يسألونه عن ما فيه خير من الأعمال الصالحة والاعتقادات والمعاملات، وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. فهذا فيه دليل على أنه لا يكفي أن تتعلم الخير فقط، بل لا بد أن تعرف الشر من أجل أن تتجنبه. فإذا لم تعرف الشر يوشك أن تقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد أن يتعلم الإنسان الحق وأدلته وبراهينه، ويتعلم يعرف الباطل وشبهاته، من أجل أن يسلم منها، من أجل أن يسلم من الباطل، ومن أجل أن يحذر الناس منه. فإذا لم يعرفه فكيف يتجنبه وكيف يحذر الناس منه؟ ومن هنا جاء القرآن ببيان الحق وبيان الباطل، بيان الإيمان وبيان الكفر، بيان التوحيد بيان الشرك، بيان الحلال وبيان الحرام. ما اقتصر على بيان التوحيد وبيان الحلال بيان الحق فقط، بل بين ما يضاد ذلك حتى يتجنبه المسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بين الخير والشر، وبين الحق والباطل في جميع أمور الدين. والعلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم بينوا التوحيد وبينوا الشرك وبينوا الكفر وبينوا النفاق، وبينوا عقيدة أهل السنة وبينوا عقائد الفرق المنحرفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك، وبينوا المعاملات الصحيحة من المعاملات المحرمة، بينوا
الأنكحة الصحيحة والأنكحة الباطلة والأنكحة الفاسدة، بيّنوا ما يحرم من النساء كما بيّنه الله جل وعلا في القرآن، وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، بيّنوا الآداب الشرعية وما يخالفها من الآداب السيئة، كل ذلك ليكون المسلم على بصيرة من أمره حتى يعرف الحق بدليله ويعرف الباطل بشبهاته، فيتجنب الباطل ويجنب الناس الباطل. فلهذا تجدون في كتب العقائد تجدون بيان عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان العقائد الضالة، وبيان شبهاتها ونقض شبهاتها حتى لا ينخدع المسلم بالمقالات المزخرفة والمقالات الباطلة والمذاهب المنحرفة، حتى يكون المسلمون على معرفة صحيحة بأمر دينهم. وأمر ما يضاد دين الإسلام حتى يتجنبوه. بعض الناس الآن وأغلبهم جهال ومنهم ضلال يقولون لا تدرسوا، اكتفوا بدراسة العقيدة الصحيحة فقط، واتركوا الدخول في معرفة عقائد أهل الضلال ورد شبهاتهم، اتركوا هذا، علموا أولاد المسلمين، علموهم العقيدة الصحيحة فقط، ولا تعلموهم الأقوال المخالفة وشبهاتها والرد عليها. وهذا إما أن يكون صادرا عن جهال لا يعرفون شيئا من العلم، وإما أن يكون صادرا عن مغرضين يريدون أن لا يتعرض للمذاهب الباطلة وشبهاتها، بل ربما يقولون يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا مؤمن، يكفي اسم الإسلام العام، لا تقولوا أهل سنة وجماعة وأهل ضلال وأهل فرقة واختلاف، لا تقولوا هذا، هذا من التفريق بين المسلمين، وهذا تضليل. الله جل وعلا بيّن الحق من الباطل، بيّن الهدى من الضلال، بيّن الشرك من التوحيد، بيّن ذلك في عموم أمور الدين وأمور العبادات والمعاملات والأخلاق بيانا مفصلا، فلا بد من بيان ذلك ومعرفته شرحه للناس حتى يكونوا على بينة من أمره، وحتى يتميز المسلم الصحيح من المسلم المدعي، ولا يدخل في الإسلام زيف وتزييف، لا بد أن يميز هذا من هذا، وإلا يلتبس الحق بالباطل ولا يعرف الحق من الباطل والخبيث بالطيب، ونكتفي بالاسم العام، وهذا تضليل للناس وتلبيس على الناس، فلنحذر من هذه الدعاية. فلا بد من التفصيل ولا بد من بيان الحق من الباطل وتوضيح الهدى من الضلال. هذا حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر
لم يكتفي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يقل له يكفي أن تسأل عن الخير مثل غيرك، بل إنه أقره وبين له صلى الله عليه وسلم الشر الذي سيحدث ليحذر منه ويحذر منه غيره. هذا هو السنة، وهذا هو منهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية، في جاهلية وشر. الجاهلية خوذة من الجهل، هو عدم العلم، والمراد بها ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية، لأنهم كانوا على جهل وضلال في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وغير ذلك، كانوا على جهل وضلال بسبب طول الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فترة طويلة تزيد على 400 سنة، انقطعت آثار الرسالة واندرست آثار الرسالات، وانتشر الجهل والضلال، فصار الناس في عبادتهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والطواغيت والجن والإنس، يعبدون الملائكة والأولياء والصالحين، كانوا متفرقين في عباداتهم، وكانوا في الحلال والحرام لا يميزون بين طيب وخبيث، بل كان تعاملهم بالربا، ربا الجاهلية. كانوا إذا حل الدين على المدين قالوا إما أن تسدد وإما أن نزيد عليك الدين ونؤجله مرة أخرى، هذا ربا الجاهلية، وكان هو الغالب على تعامله. وكانوا يكتسبون المال من الطرق المحرمة، من النهب والسلب والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، كانوا في الأطعمة يستحلون الميتة والدم، كانوا يأكلون الميتات ويأكلون الدم ويأكلون الخبائث، وكانوا في علاقاتهم فيما بينهم كانوا متناحرين يتقاتلون على أدنى شيء، وليس لهم إمام ولا ليس لهم دولة، وإنما ينضوون تحت الأنظمة القبلية، والقوي يأكل الضعيف، والظالم يعتدي ولا يرده أحد. هكذا كانوا في الجاهلية، كانوا في جاهلية من جميع الوجوه، وأعظم ذلك في العبادة والعقيدة، كانوا على عقيدة الشرك بالله، كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث وينكرون الرسالات، ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. فهكذا
كانوا في الجاهلية. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فزالت الجاهلية ولله الحمد إلى الأبد. زالت الجاهلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء العلم والهدى. فالجاهلية العامة زالت، لكن قد يبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلاد شيء من الجاهليات، جاهلية جزئية. أما الجاهلية العامة فالله أزالها ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تبقى بعض خصال الجاهلية في بعض الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب والفخر بالأنساب، والاستسقاء بالأنوى، والنياحة على الميت. هذه تبقى لكنها جزئيات، أما الجاهلية العامة فإنها زالت. فلهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية، وبعضهم يقول في جاهلية أشد من الجاهلية التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه جحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جحود للقرآن الذي بين أيدينا، والسنة النبوية، والعلم الغزير الذي بين أيدينا، ومعناه أننا في جاهلية. هذا غلط، الناس ليسوا في جاهلية ولله الحمد، ولكن قد تبقى بعض صفات الجاهلية في بعض الأشخاص أو في بعض الدول أو في بعض القبائل، لكن هذه جاهلية خاصة. ينبغي معرفة هذا الأمر، إن في جاهلية وشر. ما هو الشر؟ الشر هو ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله، وعبادة الأوثان، وأكل الحرام، وغير ذلك من الشرور التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشرور. فجاء الله بهذا الخير. قال حذيفة رضي الله عنه: فجاءنا الله بهذا الخير. جاءنا الله، شوف الاعتراف بفضل الله، أن الخير إنما جاء من الله جل وعلا، هو الذي هدانا. ما عرفنا الحق بعقولنا ومعارفنا، وإنما عرفناه بما جاء الله به من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن العظيم، وهذه السنة النبوية. فالحق لا يعرف بالعقول، أو يعرف بالعادات أو التقاليد أو الأفكار، وإنما يعرف بالوحي المنزل من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على الذين يقولون الناس أحرار في أفكارهم، كل يقول ما يريد. نقول: لا، الناس عباد،
عبيد لله عز وجل، وعقولهم قاصرة وإدراكهم قاصر، فلا بد أن يرجعوا إلى الوحي المنزل لمعرفة الحق ورد الباطل. جاءنا الله بهذا الخير. الخير ما هو؟ الخير هو الإسلام بما فيه من الهدى، وما فيه من العلم، وما فيه من إزالة الشبهات التي خيمت على كثير من عقول الناس، إزالة الجاهليات التي كانت في أدمغة الناس. جاء الله بهذا الخير العظيم، وهذا فيه اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى في أن الخير إنما جاء من عنده سبحانه وتعالى، وأن الله لم يكلنا إلى عقولنا وأفكارنا، بل إن الله هو الذي دلنا على الخير وأرشدنا إليه. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا فيه دليل على أن المسلم لا يأمن من الفتن، وإن كان على علم وعلى عمل صالح وعلى عقيدة صحيحة، فإنه لا يأمن من دعاة الضلال والشر أن يندس إليه. فلهذا سأل حذيفة رسول الله، قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا دليل على أنه يأتي شر بعد الخير، وهذا من الابتلاء والامتحان الذي يجريه الله على الناس، وأنهم لا يدومون على حالة واحدة بل مداولات. فلا يأمن الإنسان من الفتن، ولا يأمن من الشبهات، ولا يأمن من دعاة الضلال، وإن كان هو على خير وعلى عقيدة وعلى دين صحيح، فمع ذلك لا يأمن. ولهذا قال حذيفة: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه سيكون بعد الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شر، وهذا حصل في آخر عهد الصحابة، ما حصل من الفتن، ما حصل من الشرور التي حصلت بين المسلمين وبين المسلمين وأعدائهم، حصل ما قصه علينا التاريخ، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حصلت فتن وشرور، وبزغت بازغة من الفرق الضالة القدرية والشيعة والمرجئة والجهمية غير ذلك، حصل هذا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولكن ما دام القرآن موجودا والسنة الصحيحة موجودة، فإن هذا الشر ينكشف إذا حمل هذا القرآن وهذه السنة العلماء ووضحوا للناس هذه الفتن وهذه الشرور، فإن الدواء موجود ولله الحمد، والشر يدفع بالخير، يدفع بالخير، له مضاد عندنا
له دواء؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. هذا فيه دليل على أن الشر لا يدوم، على أن الشر لا يدوم، وأن المسلم ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا بد أن يأتي الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلا ييأس الإنسان عندما تحصل فتن، تحصل شرور، يطمئن نفسه ويطمئن غيره عند حدوث الفتن، ويقول الحمد لله نحن على هدى وعلى دين واضح، والفرج قريب والشر يزول بإذن الله. هكذا ينبغي لأهل الخير والعلماء أن يطمئنوا ويطمئنوا الناس في أن هذا شيء يزول بإذن الله، ويأتي بعده الفرج. ولا يجوز للإنسان أن يقول هلك الناس ولا والإسلام راح ويهول على الناس، هذا لا يجوز، بل إنه يطمئن الناس ويثبت الناس على الخير ويتوقع لهم النصر، فإن العاقبة دائما للمتقين. والله يداول الدنيا بين الناس، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فمهما تعاظم الشر والفتن فإنها بإذن الله على سبيل الزوال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالإسلام لا يزول ولله الحمد، والدين لا يزول، والقرآن لا يزول إلا في آخر الموعد الذي ذكر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع القرآن، يسرى به من صدور الرجال ومن المصاحف، ولا يبقى قرآن بأيدي الناس، لكن هذا عند خراب الدنيا. أما ما زال القرآن موجودا والسنة موجودة والقبلة موجودة فإن الخير باقي، وإن ضل عنه من ضل وانحرف عنه من انحرف. الفتن لها ضحايا كما يقولون، لابد يذهب معها من يذهب، ولكن يبقى أهل الإيمان ولو كانوا قليلين، ولو ذهب من ذهب مع الفتن وظل من ظل وزاغ من زاغ، فإن الحق وأهله ولله الحمد يبقون. الحق موجود. الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يكون عند الإنسان يأس أو قنوط أو ييأس الناس من رجوع الخير ومن انتصار الحق ومن دحر الباطل، لأن الله وعد بذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الحكمة في إجراء الفتن والمحن.
تمحيص المؤمنين وتطهيرهم وتثبيتهم على الحق وما وتنبيههم على أخطائهم ليتوبوا إلى الله عز وجل ولأجل أن يمحق الكافرين. فهي للمؤمنين تمحيص، هذه الحوادث للمؤمنين تمحيص وللكفار محق ولله الحمد. فعلى المسلم أنه ينظر بهذا المنظار، بهذا المنظار الحق، ولا ينظر إلى الواقع والتاريخ بمنظار أسود ومنظار يائس، يائس الناس. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الإنسان لا يقنط من رحمة الله ولا يؤس الناس من فرج الله عز وجل. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، هذا فيه دليل على الفرج، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، وأنه يأتي بعد الشر يأتي بعده الخير. فعلى المسلم أن لا يقنط ولا ييأس، وأن ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، لكن مع عمل ما يستطيع من البيان والدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر اليقين في الناس وعدم تيئيسهم وتقنيطهم والإغجاء بهم. لا يرجف الإنسان بالناس ويخذل ويقول راح الإسلام، راح المسلمون، انتهى الأمر، قضي على الدين إلى آخر ما يقال، هذه مقالات سيئة. قال نعم، وفيه دخن، فيه دخن شيء من التغير، وخير هو خير لكنه فيه شيء من التغير. هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يأتي خير ومعه شيء من التغير. قلت وما دخنه؟ سبحان الله، هذا الرجل حذيفة بن اليمان دقيق في أسئلته، دقيق في أسئلته، وذلك أجراه الله على لسانه لأجل نفع الأمة، لأجل نفع الأمة وتعليم الأمة. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، يعني يكون عندهم تغييرات، هم مسلمون ومؤمنون وفيهم خير لكن عندهم شيء من التغيير الذي لا يزول به إيمانهم ولا يزول به دينهم، لكن فيه نقص. وهكذا الدنيا في نقص، الدنيا في نقص. وفي الحديث لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، عندهم بعض المخالفات لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتكرون أشياء مخالفة للسنة لكن ليست مخالفة تامة، وإنما فيها نوع مخالفة، وهذا فيه التحذير من المخالفة ولو كانت يسيرة، وفيه التحذير من الاستنان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك دخنا، سماه دخنا، فيه نقص فيه ضرر. وهذا فيه دليل على أن المسلم لا يحكم عليه بالكفر ما دام أنه لم يشرك بالله الشرك الأكبر، أو يرتد عن الإسلام بناقض من نواقض الإسلام، لكن حصل منه بعض التغير أو بعض تحول، فهذا يكون مخطئا ويكون ضالا أو حتى يكون فاسقا، الفسق الذي لا يخرج من الملة.
هذا فيه أصل من أصول العقيدة، وهو أن مرتكب الكبيرة أنه لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يسمى هذا دخنا ونقصا في الدين، ويسمى فسقا لكن لا يسمى كفرا وخروجا من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة. قال تعرف منهم وتنكر، هؤلاء الناس تعرف منهم، يعني هذا دل على أن عندهم معروف، عندهم خير، وتنكر، عندهم شيء من الإنكار الذي هو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهم خير وفيهم شر. تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد هذا الخير من شر؟ يعني خير وفيه دخن، شوف حذيفة سماه خيرا ولو كان فيه دخن، فحذيفة سماه خيرا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال في الأول نعم، وقد سأل هل بعد هذا الشر من خير، قال نعم، هذا دليل على أنه خير ولو كان فيه دخن. ففيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن ما كل مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تكون كفرا، وإنما تكون خطأ أو ضلالا أو نقصا في الإيمان، وتسمى شرا أيضا. والشر يختلف، منه شر خالص ومنه شر جزئي أو نسبي، فيجب أن نسمي الأمور بأسمائها. فقلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، هذا للمرة الثالثة، نعم بعده شر ولكنه أعظم من الشر الأول. الأول عندهم خير وعندهم شر، لكن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يأتي دعاة على أبواب جهنم، ما يقولون للناس تعالوا إلى جهنم، يقولون تعالوا إلى التقدم والحضارة والرقي ومسايرة الأمم، وهذا خير، ما تبقوا متحجرين متزمتين منغلقين، يعني معناه اتركوا دينكم وتعالوا مع الناس. هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم، يدعونهم إلى أن يتخلوا عن دينهم ويلحقوا بركب الكافرين، وهذا هو الدعوة إلى جهنم، لأن جهنم أعدها الله للكافرين، فهم يدعون الناس إلى ما عليه أهل جهنم من الكفار والمشركين والملحدين، وما أكثر هؤلاء الدعاة في ساحة العالم الإسلامي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر منهم، أن نحذر منهم غاية الحذر. لماذا؟ لأنهم يدعوننا إلى جهنم، والله جل وعلا يقول في الكفار أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويقول سبحانه وتعالى في الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومؤمن آل فرعون يقول ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، كيف يدعونه إلى النار؟ تأمرونني أن أشرك بالله، أن أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا فرق ما بين دعاة الخير ودعاة الشر، أن دعاة الخير يدعون إلى الله عز وجل وإلى دينه وإلى الجنة، ودعاة الشر يدعون إلى النار. ما يقولون للناس تعالوا للنار، يقولون تعالوا للجنة، هذه أعمال أهل الجنة، وهذا الخير وهذا الرقي وهذا الصلاح وهذا وهذا، فيزينونه للناس. فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء
وقد تكاثروا في هذا الزمان، والله أعلم أنهم سيتكاثرون في المستقبل كلما تأخر الزمان، وأتيحت لهم وسائل لم تكن لدعاة الضلال من قبل، تمكنوا من وسائل شيطانية تصل إلى الناس بسرعة وبأي مكان وبعرض مغري مزور مزخرف يزين للناس أنه من الخير وهو شر. هذا من تمام الفتنة، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. شوف، من أطاعهم انقاد لهم وصدقهم وناصرهم قذفوه فيها، أما من لم يطعهم وقاومهم واستنكر ما هم عليه فإنهم لن يضروه، فإنهم لن يضروه. من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فخط خطا معتدلا وقال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا يصور دعاة الضلال ومناهجهم ومذاهبهم، يصور لنا تمام أن كل ما خالف الصراط المستقيم فهو سبيل إلى الجحيم، فهو سبيل إلى الجحيم أبدا. من ترك الصراط المستقيم فإنه يسير إلى الجحيم، وإن كان في نظره أنه متحضر وأنه متقدم وأنه متفتح وأنه إلى آخر ما يقولون. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. شوف هالأسئلة العجيبة من هذا الصحابي الجليل، أوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله والرسول يجيبه، ما غضب عليه ولا، بل إنه صلى الله عليه وسلم أجابه بالتفصيل والتوضيح عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذه المصيبة، أنهم ملتصقون بنا ومن جماعتنا ومن بلادنا. أما لو كانوا أجانب، لو كانوا من أمريكا ولا من الشيطان ولا من هذا الأمر، لكن المشكلة أنه ابن فلان وفلان، وربما يقول: أنا عالم وأنا أحمل الشهادات العلمية وأنا وأنا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا عرب مثلنا، بل يكونون فصحى أيضا، يكون عندهم فصاحة وبلاغة إذا كتبوا وإذا خطبوا وإذا ألقوا محاضرة أو غير ذلك، يتكلمون بألسنتنا كما قال الله جل وعلا في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فعندهم فصاحة تأخذ السامع ويستمع إليهم لفصاحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، يتكلمون بألسنتنا. لو كانوا يتكلمون بلغة أعجمية أو فارسية أو فأكثر الناس ما يلتفت إليهم، لكن المشكلة إذا كان بكلام فصيح وكلام بليغ فإنه يجذب الناس إليه، وهذا من تمام الفتنة. ما نقول فلان كاتب جيد وفلان كاتب، حتى ننظر كتابته ما هي فيه، وش اللي يدعو إليه، وش مشتقات كتابه، نحللها قبل نشوف، ما تغرنا أساليبه وخداعاته. تكلمون بألسنتنا. قال حذيفة:
يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا فيه بيان ما يجب على المسلم عندما تحدث هذه الشرور وهذه الفتن التي تدعو الناس إلى الانحراف والانزلاق ومتابعة الكفار والتزهيد في الإسلام وأحكام الإسلام، أن المسلم لا ينخدع بهم بل يكون مع جماعة المسلمين، يلزم جماعة المسلمين ولا يشد عنهم في رأي أو معتقد أو دعاية. فإن كان المسلمون على هذا الشيء يكون معهم، وإن كان المسلمون على خلافه فإنه يخالفه، ما ينخدع بالقول والبهرج بل ينظر ما عليه المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويقول وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، فتكون مع جماعة المسلمين. ولا تقول للمسلمين جماعة إلا إذا كان لهم إمام يطيعونه. هذه كلمات يسيرة حول هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان الأخطار التي تعترض الأمة في طريقها، وفيه بيان ما يلزم المسلم عند الفتن، وأن يلزم ما كان عليه جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. فهذا سبيل النجاة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.